يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الخوارج والنواصب؟ على طرفي نقيض. خوارج يكفرون عليا وخرجوا عليه وقتلوه، والنواصب يغلون فيه في علي ويدعون أنه هو الخليفة بعد رسول الله، وأن خلافة أبي بكر وعثمان وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، وأن الحق لعلي، فيغلون فيه. بل منهم من يقول إنه هو الله ويغلون فيه ويدعون فيه الألوهية. فالفرق واضح، نقيضان والعياذ بالله. هؤلاء قتلوه وهؤلاء غلوا فيه. نعم.